كان عندنا نتائج ايجابيه في الاول، بدينا في كاس العرش مزيان، وصلنا حتى للديمي فينال، ما كتبناش ندوزو الفينال كما شفتو. البطوله احنا غاديين مزيان، الترتيب ديالنا في مع الاوائل في صبور الترتيب، ان شاء الله كنطمحوا باش نكون نلعبوا على البوديوم ان شاء الله هذا العام يا كتاب. الحمد لله انا ما غاديش نقدر نقول لك المستوى ديالي مزيان، حيت اي ماتش كنلعبو كنبغي نطمح نكون احسن من الماتش اللي قبل. على العموم المستوى ديالي كنشوف انايا ما راضيش عليه 100%، ولكن الحمد لله في تطور صح. والصراحة رحيل ديال السي بدو الزكي ما كناش متوقعين احنا كلاعبين ولا كجمهور ديال المدينة ولا حتى شي واحد، داكشي جا على صدفة. احنا كلاعبين محترفين خصنا نتعاملوا مع الوضع، خصنا اي مدرب جا نقدموا الاضافة اللي مرجوة منا. صراحة السي بدو الزكي خدمنا معاه مزيان كما قلتي في البريباراسيون، لا في تركيا ولا هنا في المغرب، كنا حطينا واحد النقاط كما كيقولوا تحطين نقاط على الحروف باش ان شاء الله مع نهايه الموسم نشوفوا دوك اللين اللي سطرناهم في الاول. وكما كتبت هذه السنه ديال كره القدم، ان شاء الله كنبغي بعدا نوجه رساله للسي بدو الزكي من هذا المنبر هذا، ونقول الله يسهل عليك في اي حاجه درتها، حيت واحد الراجل اللي يستاهل. الحمد لله لحد الساعة الأمور مزيانة، المدرب الجديد يلاه جا دابا هادي إن سومان، حنا خدامين، حنا كلاعبين محترفين ما عندناش المشكل. أي مدرب خص يجي لفريق الدفاع الحسن الجديد خصنا نتأقلمو معاه، ولا النهج التكتيكي ديالو ولا الأفكار ديالو اللي جاي بها، حنا كنلعبو على تحت درابو واحد اللي هو الدفاع الحسن الجديد. بالنسبة للمنتخب المحليين كنت دوزت معهم لا بريباراسيون كاملة، المدة ديال كانت تقريبا عامين، عام ونص حتى العامين، على أساس باش نشارك في الشان، داكشي اللي كنت متوقع. غير المشكل اللي وقع ديك الوقيتة كنت تبليسيت مع نهضة بركان، كنت كنلعب مع بركان تبليسيت، منين رجعت راك عارف ملي كتكون فرقة كبيرة وكذا كيكونوا بزاف ديال اللاعبين اللي في نفس المستوى مزيان، ملي كترجع لفرقتك خصك تسنى النوبة ديالك. ديك الوقيته اللي كانوا غادي يدار لا ليست باش يمشيو للعابة للشان، ما كنتش كنلعب ديك الوقيته، هذا هو السبب الرئيسي علاش ما لعبتش الشان. والحمد لله انا بدا يحصل لي الشرف انني ندوز في هاد الاندية هادو، الحمد لله غير الاندية الكبار، لم ابتداء من المغرب الفاسي ولا الوداد البيضاوي، نهضة بركان، الدفاع الحسن الجديدي، هادو فرق اللي هما كبار في البطوله الوطنيه، كيحسن لي الشرف نحمل القميص ديالهم. كاين بزاف ديال لي مومون اللي دوزتهم مزيانين، بحال اول مره اول لقب ديالي كان هو مع فريق المغرب الفاسي، اللي كنبغي نوجه له تحيه، اللي ماشي هذه هي البلاصه ديالو بعد في دوزيام ديفيزيون، باش كنبغي نقول ان شاء الله نتمنى له الصعود للقسم الوطني الاول. هذه هي الفوز ديالي بكاس العرش مع المغرب الفاسي، هذه اللي كان زعما كنتذكرها مزيان حيت كان اول لقب ديالي في المسيره ديالي. الطريفه اللي وقعت لي كانت يمكن طريفه سلبيه بالنسبه ليا، كنت مع فريق مولوديه وجده، كنا دوزنا واحد لا بريباراسيون في معموره مع المولوديه، دوزت واحد لابريباراسيون مزيان الحمد لله، اللي المدرب كان مقتنع بيا 100%، المهم راجع اون فورم. ملي رجعنا لوجده سالينا بريباراسيون في معمورة، رجعنا لوجده كنت فاجئ بحال اللي ما كنتش كاع في الفريق، بحال اللي ما كاينش كاع لاسباب مجهوله الله اعلم. من بعد ملي تلاقيت مع المدرب تلاقيت في فرقه اخرى وكذا، عاد كان شرح لي كذا، وتفهمت الامور ليسونسيال، ماشي مشكله، انا مسامح اي واحد زعما توقع مني شي حاجه خايبه وما كانت، انا مسامح وما كاينش المشكل. الرساله ديالي للفريق الدفاع الحسن الجديدي ولا الجمهور ديالو، كنبغي نقول له يجي يشجع الفريق ديالو لاخر رمق،
عندنا لاعبين صغار ولاعبين خبرة كيكونوا واحد التجانس بعضياتهم، خصهم يصبروا على الفريق ديالهم. حنايا عوالين ان شاء الله باش زعما نمشيو نلعبوا على البطولة، ولما لا مراكز شي مركز اللي نتأهلوا به المسابقات الإفريقية. هذا هو الطموح ديالنا ان شاء الله. كان عندنا واحد الطموح اللي نحققوا كأس العرش، ما تأتلناش. هذه كرة القدم. كنبغي نحييه من هذا المنبر هذا اللي صراحة ما كيبخلش علينا بالتشجيعات ديالو، نقول له بقى معنا في السراء كما في الضراء. هادشي اللي غادي نوجه له تحية.